مشاهدينا، كان المفروض يكون هذا الوقت هو لبتول، بس بدول مش موجودة معنا بقلب الاستوديو، رح تنضم معنا عبر خاصية زوم. من وين؟ ما بعرف للأمانة، رح أعرف أنا وياكم هلأ. بتول؟ بتول يا بتول، هل تسمعوني؟ أنت ليه مش معنا؟ كيفك يا داليا؟ مسلسل كيفك؟ كيف حالك؟ أنا الحمد لله، أنت ليه مش معنا باستوديو؟ أول شيء يا ست داليا يا محترمة، أنت بحب طمن المشاهدين أنه بتول بخير. الحمد لله. ثاني شيء، أنا مش معكم لأنه أنا بزي بالنفق، بزي يعني مشغولة. عم لمع شوية صواريخ وعم نزلهم على التدخيتة ورشهم إيزي وديتول وأوديكس عشان نبعتهم لهونك على فلسطين نضاف مهفهفات. يا داليا، أنت مثل ما بتعرفي يا داليا، أنا جمعة الماضي قلت لك إنه الحركة ناويين يفوتوا بالمعركة، صح ولا لا؟ صح. ماشي، الرئيس بري هو عطانا الضوء الاخضر لحتى نفوت نحن ونحارب يا داليا، وهزموا هالشباب ونزلوا وعم بيكاوموا يا داليا. انتبهي، ها استا نحن بعدنا بالكاتيوشا، بعد ما بلشناش بعلي حسن خلال 105، ولا بلشنا بقذائف بيتي للمدرعات، بعدنا بالكاتيوشا يا داليا. ايه مثل ما عم قلك، اسا نتنياهو الاهبل هالحمار الدب قال شو عم يقصف المناطق الحدوديه، عرفتي؟ قال شو فكر انه نحن يعني قاعدين بالبيوت متخبيين، قالوا ناطرين وخايفين عشان ما يقصفناش. ايه شو اهبل يا داليا، مش عارف انه نحن تحته. حلوه مع غمزه هاي. إسا أنا هلأ بطول، إذا بتري استقف هيك بصير عنده بالصالون يا داليا. أنت عم تتخيل من 2006 ونحن نازلين حفر أنفاق، يعني إذا بتعد من 2006 17 سنة يا داليا، نحن وهالشباب عم نحفر أنفاق. بتعرفي لوين بنوصل ب 17 سنة؟ أكلي هديك المرة أنا والشباب هيك ماشيين، يعني أخذنا بالحديث، يعني إحنا عم نحفر اكل، طلعنا لقينا حالنا بالاردن. طلعت هيك انا، اكل جرس شو جابه على النبطيه، نحن وين؟ طمنا لفينا ورجعنا يا داليا. طب ليكي بتول، ايه قولي لي، بعد ما قلتي لي انت وين؟ اسا يا داليا انا موجوده بالنفق، انا قاعده بالنفق هون، مش سامعه الصدى؟ انا محضرت لكم مفاجاه بدي اكشفها اليوم يا داليا. محسوبتك بتول بتفعل لما بتقول، شو رأيك؟ شو رأيك بهالسلوغان الحلو يا داليا؟ روعة. لكن أنا حأطلق بيان هلأ بس تعرفوا أنا وين وشو عم بعمل بتول. بس معلش بدي أسألك سؤال، لأنه أنا مش عم بستوعب، يعني أنت عم بتقولي أنا موجودة بالنفق والإرسال عندك أحلى من عنا، كيفها؟ داخلة داخلي يا داليا، داخلي وتفوتيناش بقصص تكتيكيه وهندسيه نكشف خططنا يا داليا، بتكتفوا علينا. ماشي تفضلي كملي. اسا انا قلت لك معي بيان بدي اطلقه للبيان. ايه بيان تم بعونه تعالى يا داليا خطف اسيران على ايد بتول من اسرائيل، واحدا المانيا وواحدا روسيا، هن بدداء يعني، ها بس انه من اسرائيل. وقد فقصت معنا، نحن فقست معنا، وذهبنا انا والشباب وحملناهم من كريات شمونا وجبناهما. انتهى البيان. يعني انت هلا صار معك اسير، الصراحه يا داليا شو معك اسيرتين؟ اسيران يا داليا. ايه اكله شو هالبلوان؟ شو احتفال يا داليا، احتفال. ايه بس شوفي داليا بصراحه انا اللي عندي الساعه اللي رحت اثرتهم فيها، يعني تكون الاخر يعني ضيقوا لي خلقت، ها بده يصخ وها بده ياكل وها بدي ماما وها بدي بابا، يا داليا كل الوقت عم يبكوا وينوحوا يا داليا، شو هو اسرى هو شنط يا داليا. لا معك حق. أنا على حالي ما قلتش خلق يا داليا. بعرف بتول. ليكي سؤال،
قليله. ولأمتى رح تضلي كونيك مطرح ما انت ما بعرف وين بأي نفق؟ ما بعرف يا دالي، يمكن انا بكره اكون عندك، يمكن ضلني شهر. It depends on احداث على الارض يا دانيا بالمعركه. It depends. وليكي رح تكوني عندي طريقك رح يكون من فوق الارض ولا من تحت الارض؟ ما عنديش جواب للاسف يعني، بيعتذر اول مره اعلاميه مثل حضرتك مخضره بتسالني سؤال وبلا ما عنديش جواب. طيب اوكي، طب وشو ناوي تعملي بالاسرى اللي اخذتيهم؟ ماشي، انا عامله اوفر هلا يا بيي، ما الاوفر عملته. شوفي يا داي، كل حدا عباله يزل اسرائيل، انا عملت هذا العرض السبيشال هذا من عندي انا من بتول. ايه، اسيران اسرائيليان اثنيناتهم يا داي بالنايلون جداد مكيسان بتقومتهم بالرينجر كل شيء مع كفر ولزقه وشارجر تايب سي وكفوف باب جي ب $200 يا دانيا، وجيبها كأنه فيك تجيبها. بتو هيدا العرض سير المفعول لأيمتى؟ لينفقوا هلا اذا حدا من غزه ربطوا اياهم هوب بلاش مقدمين خليني فش خلقوا فيهم. والله 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 يا بتول عندك اصيله، والله يا بتقول عندك ايه والله يا ست داليا، ايه والله يا ست داليا. ليكي بس انا عندي سؤال بس قبل هو انت بتساليني شو سؤال بعد قبل ما اختم، لانه الختمه هيك حقني بقلبي الختمه وبدي فش خلقي. لا بس انه يعني خلص انت فتحت الحرب على اسرائيل. طبعا منذ الاسبوع الماضي، وانا قلت لك شباب الحركه تركوا كل شيء ونزلوا على الساحه. ايه بس انا افتكرت انك بس عم بتقولي هيك يعني باطار الترهيب باطار الترعيب، بس ما افتكرت انه لحظة عفوا بلا قطع لحديثك يا ست داليا، نحن منقول كلمه وما بنفعلاش؟ لا كلا. والآتي اعظم يا دالي، والآتي أعظم. طيب شو الآتي يعني؟ يعني ما بتعرفش لوين بنوصل بعد، يعني نحن قاعدين ها عم نتكتك بس جهزنا كل شيء يا دانيا. ماشي فهمنا. قبل ما تختم شو قولي؟ قولي اشجيني يا بتول. ماشي، كان بدي اسألك عن واحد هيك يعني عندي فضول اعرف وين هو. عندك فضول تعرفي شو؟ واحد هيك زلمه هيك طوله متر و60، بدي اسالك عنه اذا شفتيه ولا شيء. إيه؟ عم تسمع شيء عن جبران باسيل؟ يعني مبين عليك شيء لما احتبش محل قاعد عندكم بالجدات شيء مستودع ورا شيء سبوت لايت ورا شيء مكتب يا داليا، اقلي إيه مش لحظه انت انه لاحظته هالفتره؟ هلكنا 15 سنة وهو يبيعنا إياها، أنا مقاوم. إسا لما إجا وقت المقاومة ملح ودين يا داليا، تبخر. وين جبران بس؟ شوف يا جبران إذا عم تسمعنا اكتب لك هيك شي نقطة على التويتر، سقطها على التويتر ونحن بنفهم عليك، بس طمنا عليك يا حبيبي، ما نحن نشغل بالنا يا ست داليا. لا حبيبتي أنت الست يا بتول، اشتقنا لك وعلى أمل إنه نشوفك الأسبوع القادم. إذا الله راد يا داليا منصورين، وبكون عندك أنا وبنحتفل كلنا سوا بالنصر يا داليا. بإذن الله يا بتول، شكرا لك بتول، مشاهدينا.